رئيس أصول ما التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج بينضم لنا هلا مباشرة ليخبرنا تفاصيل عن أحوالنا الجوية بالساعات المقبلة. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. أنطوانيت مصرة أنه في فيلم لازم يقطع بالأول، سكتنا، تفضلوا. بدنا نفرجي الرياح القطبية اللي ممكن توصل لعنا نهار الجمعة والسبت. نعم. أو بداية من نهار الخميس. وبتمرق من روسيا لأوكرانيا على تركيا وترجع بتضربنا. وهيدا منخفض جوي حيكون يعني قريب للعاصفة. تمته مصلحة الأرصاد الجوية أطلقت عليه اسم جريتا. بنشوف الكتلة البيضاء والزرقاء هيدي بدها تنزل تقريبا طرفها بيضرب بلبنان، يعني بنشوف تركيا تقريبا كلها عم تتغطى باللون الازرق. نعم. قوة العاصفة حتمرق هي من روسيا لاوكرانيا البحر الاسود. تركيا تقريبا حتضرب قبرص اكثر من لبنان. بس لبنان حينزل فيه الثلج النهار السبت صباحا تحت 800 متر ممكن. ايوه يا حياتي. هيدي سموها لؤلؤة اوكرانيا، يعني لؤلؤة الا يعني الا ما اجينا شيء من اوكرانيا ابدا. بالنسبه لوضع الطقس صراحه عن المستعرضات هالسنه يعني قاسيين او قاسيين حيكونوا، والاسبوع الجاي حيكون بارد. نعم. يعني عم نشوف اذا اللون الازرق كيف عم بيغطي تقريبا التركية كلها. نحن حاطين العلم اللبناني في شوية ازرق عن يدينا. بس هيدي الشوية كمان حتعطينا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة. بالنسبة لطقسنا حنبلش طقس اليوم بالاجمال طقس حلو غائم جزئيا. بيتحول بعد الظهر لغائم بطقس متوسطة ومرتفعة، وعندنا ارتفاع بسيط درجات الحرارة. اعتبارا من بكرة هالكتلة الباردة اللي باللون الأزرق بتبلش تنزل شوي شوي، وبكرة بتبلش تعطينا غائم صباحا انخفاض درجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. تساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة مترافقة مع برق وراد ورياح. الثلج بكرة على 1800، بكرة بعدها دافية. اذا بنشوف الالوان اللي مغطيه لبنان تقريبا الوان بعدها فاتحه مثل اللون الازرق. نعم. بعكس نهار الخميس حنبلش نتاثر بالكتله البارده، وطقس الخميس حيبلش غائم ومع امطار اشتداد سرعه الهواء لحدود ال 75 كيلومتر. الجمعه ممكن يتجاوز ال 80 كيلومتر سرعه الهواء بالفتره الصباحيه كمان. نعم. وبالنسبه للثلجات نهار الخميس ببلشوا على 1006، بالفتره المسائيه حينتهوا على 1200. نهار الجمعه ببلش الثلج على 1200، بالفتره المسائيه تنخفض كثير الحراره وممكن على 900 متر. هذا بالنسبه للجمعه. السبت واضح انه تحت ال 600. حلو. بس بتكون خفت وبتبلش يتحسن الطقس. نعم. عم نشوف الكتلة الباردة كيف دغري نزلت علينا هيدي صباح الجمعة تقريبا غطت. هلا بعدنا ناطرين صراحة بكرة تنشوف إذا النويو بعد بقرب شوي على قبرص، ساعتها الثلج حيتبنى أكثر بلبنان وممكن تكون قاسية شوي. يعني ما بدنا نستعجل بالموضوع، بس الواضح خلص لهلا يعني هي ضربتنا الكتلة الباردة. بعد في اتجاه انه ممكن تروح صوب الشرق اكثر لصوبنا، ممكن تكوع ان شاء الله. تكوع ان شاء الله تكوع. الناس يعني مش ناقصها هلا بغلى المزور، ما هي مشان التدفئه اول شيء. بس نحن خلينا نحط الناس بالاجواء انه هذا الاسبوع بارد. بارد يعني يحضروا حالهم. نعم. بالنسبه اليوم الحراره بين 8 درجات وال 20 درجه على الساحل، بالجبال من 4 ل 15، الزحلة من 4 درجات ل 15 درجة، الرطوبة بين 45 و 75%، الهواء بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة، وحال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 18 درجة، ساعة شروق الساعة 6 ودقيقة، الغروب الساعة 5 و 38 دقيقة. حلو. هذا بالاجمال تمثيل. الواضح انه للاسبوع الجاي البرد حيضل، يعني درجات الحراره التعافي فيها للاسبوع الجاي. قبل ما تغدرنا استاذ محمد، بما انه اليوم يوم المراه العالمي، قال لها
عم بيشربوا قهوة بعد الظهر، قال لا أحب النحو إن كان نحوك. فردت عليه وأنا بحب الصرف إذا كان من جيبتك. شكرا لك محمد كانجو وكل العاملين بمصلحة الأرصاد الجوية، بنقول ميرسي لحنا اللي ودلنا هالنحتة الصباحية.